الوهاب اسم الله عليه اسم الله عليه ما شاء الله عليه هو بس متحبط أيوة لأنه يعني لانه فاجئ ابو عبد المحسن حتى يطل فيه قال لي غريب ايش فيه في شيء غير طبيعي فيصل الان يعني في الاخير اتكلم عن الخاتمه فقط حلو بدا بانطلاقه جميله فيصل جميل زي ما قلنا في المره الاخيره قلت له خليك مسترسل اكثر خليك اكثر سرعه يعني لا تدقق على الكلمات المقدمه رائع من فيصل صراحه كان رائع فيها سعيد الختام سعيد مميز كذلك كمراسل استلامه وتسليمه السؤال اللي كان من الاستديو وقال الزملاء في الاستديو يسألون أنا خفت إنه سعيد يعتمد على السماعات الخارجية يقول له هيا جاوب لا يا حبيبي ما سمعوا الناس فالسماعة كانت في أذنك فأنت سمعت السؤال كويس إنه عطى السؤال هذا التكنيك ما قلنا لسعيد عليه فسعيد يعني ما شاء الله تبارك الله عليه كويس إنه هو قرط يعني استدرك وسأل السؤال بنفسه جميل ما عندي يعني ما شاء الله ملاحظة كبيرة جدا إلا في موضوع الاسترسال والكلمات مهم جدا نحضر المكان اللي إحنا رايحين له فيصل الخاتمة ما وفق فيها ما أدري جاء بسم الله عليه هو مع أنه محضر لأنه سامع في الأربيز في كذا بس يبدو أنه كان هو يبغى يضيف شيء هو مثلا حصل منسق أنا أتوقع كذا هو منسق مثلا معلومتين بيقولها فهو يقدم جاته معلومة ثالثة أو رابعة يبغى يضيفها هنا يضيع المذيع جميل فأتوقع أنه هذا اللي صار لفيصل لكن بالمجمل كل اثنين ما شاء الله جميل جلس كان على القفلة القفلة ما ناسبت معك طب عبد الوهاب إيش رأيك في الضيف هلا الضيف انا بعد محسن يقول لي بعد محسن يقول اخترت عبد الله سيف قال متحدث قديم متحدث خلي يعبي كويس يساند المراسل والله سالني سؤال قال وش انواع الصقور كم اسعار الصقور والله انا ما اعرف ايش كانت اجابتك؟ وصلنا 6 ارقام ان شاء الله يعني مليون وفوق مليون وفوق مليون وفوق لا ما شاء الله والله اجابه رهيبه طيب الله يعطيكم الصحه والعافيه شكرا لك يا فيصل أبدعت حاب أذكركم جمهورنا الكريم التصويت مستمر للشباب المتسابقين إن شاء الله حليفهم التوفيق